أقر بأن شعب وادورينغ هم المالكين التقليديين للأرض التي أعيش فيها. أقر بأن هذه الأرض لم يتم التنازل عنها أبداً، وأقدم احترامي إلى زعمائهم في الماضي والحاضر والمستقبل. أعترف أيضاً بالمالكين التقليديين للأراضي الأخرى من خلال مشاهدتكم هذا العرض التقديمي، وأقدم تحياتي إلى كبار السن في الماضي والحاضر والمستقبل. هذا العرض التقديمي عن قانون الأسرة بشكل عام، هذا لا يعني أن تكون نفس المشورة القانونية الخاصة بك وبحالتك فقط. إذا كنت ترغب في الحصول على مشورة شخصية، يرجى الاتصال بخدمة بارون كوميونيتي ليجل سيرفيس على الرقم 1-300-430-599 لتحديد موعد. يمكنهم تحديد موعد عبر الهاتف وترتيب الحصول على مترجم فوري إذا كنت ترغب في ذلك. تم إعداد هذا العرض التقديمي بواسطة لويز تورسون. لويز محامية في بارون كوميونيتي ليجل سيرفيس. BCLS هي خدمة قانونية مجتمعية مجانية توفر استشارة قانونية مجانية، الإحالات إلى وكالات المجتمع الأخرى والخدمات القانونية المتخصصة، التربية القانونية وتنمية المجتمع، إصلاح السياسات والقانون. للنساء والرجال حقوق متساوية في أستراليا فيما يتعلق بقانون الأسرة والأبوة. يأتي في الأولوية حماية مصالح الأطفال. إذا كان هناك بعض الأشخاص يعانون من مشاكل في العلاقات، فهناك خدمات مجانية يمكن أن تساعد. يحصل العديد من الأشخاص على المساعدة من عائلاتهم أو مستشاري العلاقات المهنية أو المجتمع. لا ينص القانون على ما إذا كان يجب الانفصال أم لا، فهذا قرارك. إذا لم تتمكن من إصلاح مشاكل علاقتك وقررت الانفصال عن شريكك أو زوجتك، فعليك الحصول على استشارة قانونية. من الأفضل عادة أن يتفق الزوجان على ما يجب القيام به عند الانفصال، على سبيل المثال حول كيفية تقسيم ممتلكاتهم وديونهم، ومقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم مع كل أحد من الوالدين. يمكن للوسيط مساعدة الأزواج في التفاوض لحل هذه القضايا إذا كان من الصعب عليهم القيام بذلك بأنفسهم. يجب أن يحصل كل شخص على مشورة من محام أيضاً. عندما يكون هناك عنف عائلي، قد لا تكون الوساطة مناسبة. في هذه الحالة ستذهب مباشرة إلى محامي. عندما ينفصل الزوجان يتوقفان عن العيش معا كزوج وزوجة. لا تحتاج إلى إذن من أي شخص للانفصال أو الطلاق، لا من شريكك ولا من مجتمعك ولا الحكومة. يمكنك اتخاذ قرار الانفصال بنفسك. أحيانا ينفصل الأزواج بينما لا يزالون يعيشون في نفس المنزل. يفعلون ذلك من خلال النوم في غرف مختلفة وعدم القيام بالأعمال المنزلية لبعضهم البعض وعدم الطهي أو مشاركة الوجبات معا. غالبا ما ينتقل شخص واحد للخارج ويذهب للعيش في مكان آخر. يمكن للزوجين المنفصلين محاولة الاتفاق على ترتيبات الأبوة والأمومة لأطفالهم فيما بينهم. الأطفال يحبون كلا الوالدين، لذلك عندما ينفصل الأزواج من المهم جدا اتخاذ الترتيبات اللازمة للأطفال لقضاء بعض الوقت مع كل أحد من الوالدين. ستكون الترتيبات حول أي من الوالدين يعيش الأطفال معظم الوقت، ومتى يقضون الوقت مع الوالد الآخر. ينص القانون الأسترالي على أنه من مصلحة الأطفال أن تكون لهم علاقات ذات مغزى مع جميع الأشخاص المهمين في حياتهم: الأم، الأب، العمات، الأعمام، أبناء العمومة، الأجداد. الجميع هم أشخاص مهمون.
يمكن للزوجين المنفصلين أيضًا محاولة الاتفاق على تقسيم الأصول أو الأشياء التي يمتلكونها والديون الأموال التي استقرضوها. كلا الشخصين لهما رأي متساوي في كيفية إجراء الترتيبات. يجب أن تكون القسمة عادلة لكلا الجانبين، 50-50 أو النصف إلى النصف ليس عادل دائمًا. إذا لم يتمكن الزوجان من الاتفاق حول كيفية تقسيم الممتلكات التي يمتلكونها أو مع من سيعيش الأطفال، فيمكنهم الحصول على مشورة من محامي. الطلاق في بعض الأحيان هو الخطوة التالية. هذه هي النهاية القانونية للزواج. يجب أن يتم الانفصال لمدة عام واحد قبل أن تتمكن من التقدم بطلب للحصول على الطلاق. تصدر المحكمة أمراً بالطلاق ينهي الزواج. في أستراليا لا يمكنك الزواج من أي شخص آخر إلا إذا كنت مطلقاً أولاً. هذه القصة تدور حول مشاكل العلاقة بين يوهاني وماريا. يوهاني وماريا متزوجان منذ 15 عاماً، كلاهما غير سعيد في علاقتهما، كثيراً ما يتشاجران. لديهم 3 أطفال، يذهب 2 إلى المدرسة، ويبقى الطفل الثالث في المنزل مع ماريا. تحدثت ماريا مع العائلة والأصدقاء الذين أخبروها إن قانون عائلتها يختلف في أستراليا عن بلد طفولتها. في أستراليا يمكنها أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تريد الانفصال عن زوجها. بعد انفصالها لمدة عام كامل يمكنها التقدم بطلب للطلاق لإنهاء الزواج. بعد شجار كبير قررت ماريا ذات يوم إن الأمور يجب أن تتغير. قررت إنها تريد الانفصال عن يوهاني. طلبت منه الذهاب والبقاء مع أخيه حتى يتمكنوا من اتخاذ ترتيبات أخرى. ينص القانون الأسترالي على إنه من الأفضل لماريا ويوهاني محاولة الاتفاق على الترتيبات الخاصة بالأطفال والممتلكات إذا أمكنهم ذلك. يمكنهم الحصول على مساعدة من محامي أو مركز تسوية المنازعات الأسرية إذا احتاجوا إليها. سيقوم مركز تسوية المنازعات الأسرية بترتيب وساطة لماريا ويوهاني وتوفير وسيط للمساعدة. الوسيط هو شخص مستقل يمكنه المساعدة في حل نزاع بين شخصين. الوسيط لا ينحاز، سيساعد هو أو هي يوهاني وماريا على التوصل إلى اتفاق. قابل كل من ماريا ويوهاني محاميين منفصلين حتى يفهموا حقوقهم، ثم شاركوا في الوساطة للتوصل إلى اتفاق. يتعلق الجزء الأول من الاتفاقية بترتيبات تربية أطفالهم. الجزء الثاني يدور حول كيفية تقسيم ممتلكاتهم. القانون والمحاكم موجودان للمساعدة إذا لم تستطع ماريا ويوهاني الاتفاق. قانون الأسرة والأطفال. هذه مريم، هي الابنة الكبرى لماريا ويوهاني، عمرها 11 سنة، سوف تبدأ المدرسة الثانوية العام المقبل. لقد كانت قلقة للغاية بسبب الشجار الدائر في المنزل، وخائفة مما سيحدث لها ولإخوتها الصغار. إنها تفتقد عدم رؤية يوهاني كل يوم. يضع القانون الأسترالي مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى قبل كل شيء آخر. يجب حماية الأطفال من الأذى وسوء المعاملة. يجب أن لا يتعرض الأطفال للعنف الأسري. عندما تتفق ماريا ويوهاني على تربية أطفالهما، يجب أن يفكروا في الأشياء الأكثر أهمية لمساعدة الأطفال على النمو وأن يكونوا في أفضل حال. يوهاني وماريا كلاهما مسؤول عن رعاية الأطفال ونموهم، بالإضافة إلى تحديد كيفية قضاء الأطفال لبعض الوقت مع كل من الوالدين.
قد يفكر يوهاني وماريا أيضا في المدرسة الثانوية التي يرغبون في أن تذهب إليها مريم، وأشياء أخرى مهمة للأطفال مثل الرعاية الصحية والتعليم الثقافي والديني وجوازات السفر والعطل. يمكنهم الاتفاق على الترتيبات بشكل غير رسمي بين الوالدين ووضعها في خطة الأبوة والأمومة المكتوبة والموقعة. إذا لم يتفقا ماريا ويوهاني فيمكنهما أن يطلبوا من المحكمة اتخاذ قرار. الملكية تعني الأشياء التي يمتلكها ماريا ويوهاني من حياتهما معًا، المنازل والأراضي والمال والأسهم والسيارات والمركبات والأثاث والمجوهرات والتقاعد، وتشمل أيضًا الديون. لا يزال يتعين سداد الأموال المستحقة عليهم مقابل الرهن العقاري وقرض السيارة وبطاقة الائتمان. يحق لكل من ماريا ويوهاني الحصول على حصة في الممتلكات. لن يفقد يوهاني حقوقه بسبب مغادرته للمنزل. إذا كانت ماريا قد غادرت فلن تفقد حقوقها أيضا. يجب أن تكون مشاركة الممتلكات عادلة، لا توجد صيغة محددة. النصف بالنصف ليس عادلا دائما كما يبدو، خاصة إذا كانت ماريا لا تكسب المال من تلقاء نفسها لأنها ترعى الأطفال. للتوصل إلى تسوية عادلة حسب ما ينص القانون، يجب مراعاة المساهمات السابقة لكل شخص واحتياجاته المستقبلية. الأعمال المنزلية ورعايات الأطفال هي مساهمات قيمة. ينص القانون على أنها لا تقل أهمية عن المساهمات المالية. إذا كانت هناك ديون فقط، فإن التسوية ستقرر من هو المسؤول عن سدادها. ماذا يمكنك أن تفعل بشأن الملكية من علاقتك؟ إذا كان لديك القليل جداً، فقد ترغب في إبرام اتفاق غير رسمي دون الذهاب إلى المحكمة. يمكن أن تكون شفهية أو مكتوبة ومع ذلك ليست ملزمة قانوناً أو قابلة للتنفيذ. الحصول على تسوية الممتلكات هذا ملزم قانوناً وقابل للتنفيذ. يتم تقسيم جميع الممتلكات التي أنشأتها أنت وشريكك السابق أثناء علاقتك. إذا توصلت إلى اتفاق يمكنك أن تطلب من المحكمة إصدار أمر بالموافقة، وإلا فستحتاج إلى الذهاب إلى المحكمة حتى يتمكن القاضي من تحديد ما هو عادل. ماذا يحدث إذا لم تتفق ماريا ويوهاني؟ إذا لم تستطع ماريا ويوهاني اتخاذ قرار بشأن كيفية فصل الأصول عن الديون والاتفاق على أفضل ترتيبات الأبوة والأمومة للأطفال، فستقوم المحكمة باتخاذ هذه القرارات. يمكن للمحكمة إصدار أوامر بشأن تقسيم الممتلكات بشكل عادل والترتيبات الخاصة بالأطفال مثل مقدار الوقت الذي يقضونه مع كلا الوالدين ومتى. يجب على كل من ماريا ويوهاني الحصول على مشورة قانونية حول حقوقهما ومسؤولياتهما قبل الذهاب إلى المحكمة. تتخذ المحكمة قراراً يصب في مصلحة الأطفال. سيقرر القاضي مع من يعيش الأطفال وكم من الوقت سيتم قضاءه مع الوالد الآخر. يجب إطاعة الأوامر الصادرة من المحكمة. أحياناً عندما ينفصل الزوجان تشكل مسألة النقود مشكلة. غالباً ما يكون ذلك من الصعب على النساء اللاتي يعتنين بأطفالهن ولا يقمن بعمل مأجور. هناك منظمات يمكنها مساعدتك في إدارة الأموال ووضع الميزانية. يمكنهم أيضاً المساعدة في اتخاذ الترتيبات لسداد الغرامات والديون. هذا ما يسمى الاستشارات المالية. إعانة الطفل وإعالته. للأطفال الحق في الدعم المالي.
يوجد في أستراليا نظام لتحديد مقدار الأموال التي يجب على كل والد المساهمة بها لدعم أطفالهم، هذا يسمى دعم الطفل. يمكنك الاتصال بوكالة إعالة الطفل للترتيب والتقييم. إذا تلقيت مدفوعات السنتر لينك، فسيطلب منك السنتر لينك عادة طلب دعم الطفل من الوالد الآخر للطفل. إذا كان شريكك السابق عنيفاً تجاهك، فقد لا يكون القيام بذلك آمناً. يمكنك التحدث مع أخصائي اجتماعي في السنتر لينك حول الحصول على إعفاء من المطالبة بإعالة الطفل. لديك الحق أيضاً في التقدم بطلب للحصول على مدفوعات الأزمة Crisis Payment إذا كنت قد تعرضت لعنف أسري دفعة واحدة بالإضافة إلى مدفوعات السنترلينك العادية. يجب عليك أيضاً مراجعة السنترلينك للتأكد من أنك تحصل على المدفوعات التي هي من ضمن حقوقك. قد تكون مؤهلا للحصول على مساعدة في الإيجار ومزايا ضريبية عائلية. لديك أيضا الحق في استئناف أي قرار للسنترلينك تعتقد أنه غير صحيح. لديك الحق في الحصول على مشورة قانونية مجانية حول أمور السنترلينك الخاصة بك. هناك دافع حقيقي للمساواة بين الجنسين في أستراليا لجعل الأمور أكثر عدلاً للنساء والفتيات، لتحسين أشياء مثل الصحة، حقوق العمل وفرص العمل، الحفاظ على النساء والأطفال في مأمن من العنف. قصة عن العنف الأسري. مها خائفة وتواجه مشاكل مع زوجها. يقول إنها تنفق الكثير من ماله ولن يمنحها أي أموال مقابل الطعام، كما إنه لا يحب طهيها. يقوم بإلقاء أشياء حول المنزل ويضربها أحياناً. كانت المشاكل أمام أنظار الأطفال وبدأ أحدهم في تبليل الفراش. إذا كان شريكك أو شريكك السابق يجعلك تشعر بعدم الأمان والتهديد أو عدم القيمة، فقد تتعرض للعنف الأسري. لديك الحق في أن تشعر بالأمان وأن تعيش حياة خالية من العنف. ما هي حقوق المرأة؟ أن تكون في مأمن من العنف الأسري أو المنزلي هو حق من حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تشمل الحقوق والحريات الأساسية التي يحق لجميع الناس في العالم التمتع بها بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الجنسية أو العرق أو اللغة. تنص الاتفاقيات الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على معايير وأعراف حقوق الإنسان التي اتفقت عليها دول العالم. تدعم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الحماية الخاصة للمرأة ضد العنف. العنف المنزلي هو انتهاك لحقوق الإنسان. جميع الأشخاص لهم الحق في العيش بمنأى عن العنف بجميع أنواعه، ويشمل ذلك الأذى الجسدي والجنسي والنفسي. لك الحق في الشعور بالأمن والأمان في الأماكن العامة وفي المنزل. لديك أيضاً حقوق الإنسان في سكن آمن والوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية ومدفوعات الضمان الاجتماعي. توجد قوانين وخدمات في أستراليا يمكن أن تساعدك في الحصول على حقوقك. على سبيل المثال، هناك قوانين لحمايتك من السلوك العنيف. يقدم السنترلينك مساعدات الدخل الطارئة، وتمول الحكومة مجموعة من خدمات الإسكان والخدمات الاجتماعية والقانونية وغيرها لمساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للعنف للحصول على المعونة أو المساعدة التي يحتاجونها. ما هو العنف الأسري؟ العنف الأسري هو أي سلوك تجاه أحد أفراد الأسرة يسيطر عليه ويسبب له الشعور بالخوف. الاعتداء الجسدي والجنسي والاعتداء النفسي والاقتصادي والأضرار التي تلحق بالممتلكات كلها أمثلة عن العنف الأسري.
ينص القانون على أن العنف الأسري خطأ، كما ينص القانون على عدم تعريض الأطفال للعنف الأسري. أثبت العلم أن مشاهدة العنف الأسري يضر بالنمو النفسي والعاطفي للطفل. يشهد الأطفال العنف الأسري عندما يسمعوا أو يروا أحد الوالدين يسيء للآخر أو يعتدي جسدياً على الآخر. في بعض الأحيان قد يضطروا إلى تنظيف الممتلكات التالفة أو مساعدة أحد الوالدين الذي تعرض لإصابة جسدية. حتى لو كانوا في غرفة مختلفة، ينص القانون على قبول شهادتهم لأعمال العنف. تشمل الأشكال الشائعة للعنف في الأسرة ما يلي: إساءة معاملة الزوج أو الشريك، العنف بين الشركاء البالغين والشركاء السابقين، إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، إساءة معاملة إهمال الأطفال من قبل شخص بالغ، إساءة معاملة الوالدين، العنف الذي يرتكبه الطفل ضد والديه، وإساءة معاملة الأشقاء، العنف بين الأشقاء. تتعرض واحدة من كل 3 نساء للعنف في أستراليا. العنف المنزلي مشكلة اجتماعية وليست مشكلة خاصة، أنت لست وحدك. ماذا يمكن أن أفعل؟ يحق للمرأة الاتصال بالشرطة للحصول على مساعدة من خلال الاتصال بالرقم 000 إذا كانت في خطر. للمرأة الحق في الحصول على مترجم مجاني. للمرأة الحق في مطالبة المحكمة بإصدار أمر بوقف التهديدات والعنف والاعتداء العاطفي في المستقبل. يتم إخبار جاني بالابتعاد عنك والتوقف عن التصرف بطرق معينة تجاهك. يمكنك صياغة الطلب بما يتناسب مع وضعك. يمكنك الحصول على مساعدة لتقديم طلب من المحكمة. يعتبر خرق أو كسر أي أمر ما من المحكمة جريمة جنائية، ويمكن معاقبة الشخص من قبل المحكمة. يجب أن تساعدك الشرطة في حالة حدوث خرق. قرار المغادرة. ليس قرار البقاء أو ترك علاقة سيئة قراراً سهلاً. هذا هو قرارك. سواء اخترت البقاء أو الانفصال، هناك خدمات لمساعدتك. لك الحق في الاستشارة والدعم. هناك عدد من المنظمات التي يمكنها المساعدة في وضع خطة أمان. إذا كنت تعاني من العنف الأسري، فإن سلامتك وسلامة أطفالك أمر مهم. سواء كنت في علاقة سيئة أو انفصلت أو تخطط للانفصال، يمكنك التخطيط لزيادة سلامتك. إذا تعرضت للعنف الأسري، فهناك منظمات يمكنها مساعدتك في الغرامات، الديون، فاتورة الهاتف وبطاقة الائتمان، الاستشارات المالية، ترتيبات قانون الأسرة، دعم الإسكان والدعم المالي. لا يستطيع المحامي دائماً إخفاء مشكلتك القانونية. إذا كان يجب عليك الذهاب إلى المحكمة، يجب أن يراك المحامي قبل ذلك بوقت طويل وليس في اليوم السابق للجلسة. إذا تركت المشكلة على أمل أنها ستختفي، فقد تزداد سوءاً. خدمة بارون المجتمعية القانونية تغطي مساحة كبيرة. عندما يعود كل شيء إلى طبيعته بعد فيروس كورونا، سيتم تقديم المساعدة القانونية من مواقع مختلفة في المجتمع. لمعرفة كيفية الوصول إلى المساعدة، يمكنك التحدث إليهم عبر الهاتف على الرقم 1300 430 599. يمكنهم الترتيب للحصول على مترجم فوري مجاني. فيما يلي بعض تفاصيل الاتصال ذات الصلة
والتي تشمل بارون كوميونيتي ليجل سيرفيس والمساعدة القانونية من فيكتوريا 1-800 Respects. شكرا جزيلا.